السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس، اليوم متواجدين وياكم من سوق الشورجه وبالتحديد حافظ القاضي وشارع الرشيد. وايضا قبل أن ندخل بتفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، كل عام والشعب العراقي وكل العراقيين والامه الاسلاميه بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من سوق حافظ القاضي. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. صحة وسلامة. صحة وسلامة. ان شاء الله يا رب. العراقيين اجمعين ان شاء الله. شلونك علي؟ نعم محمد. محمد. محمد شلونك؟ محمد زين الحمد لله. محمد داردنا اليوم نسولف بموضوع حافظ القاضي وتجهيزات حافظ القاضي. اليوم فقط السوق هو مختص بالتجهيزات الرياضية؟ بس بالرياضة. بس بالرياضة. التمارين كل شيء يعني. تمرين، اختص الطاولة، سلة، تنس، كل شيء. يعني كل الرياضات اليوم موجودة هنا بحافظ القاضي؟ اي كل شيء. كرة القدم، سلة، تنس، منضدة. على مستوى الاندية، اكو امكانية انه تجهزون اندية؟ ملابس، تجهيزات؟ احنا بالنسبة لنا ما نشتغل بالملابس، بس اكو بالسوق يجهزون اندية عادي. زين الوكالات مثلا اديداس، نايك، غيرها ما شابه ذلك، لو ذن وكالات خاصة يعني مصر. اكو كلهن هم اخذوها بالسوق، بس يعني بس احنا ما نشتغل بالملابس، يعني ما عندنا ملابس بالنسبه لنا يعني. فقط تجهيزات. احنا كرات، كؤوس، مضارب. زين. الشغلات مال تمارين. زين. والانديه اللي جاي تعاقدون لو ايقاعات الجيم والرياضيين؟ لا ما نشتغل ويا الانديه. انديه ما نشتغل؟ اي عليها ضريبه، ما ضريبه ما نشتغل. عليها ضريبه؟ ضريبه عليكم لو على الانديه؟ هو يطلع علينا ضريبه واحنا ما ندري، احنا نايمين. ها. اي والله. وصارت هاي الحاله؟ اي صايره، بس احنا ما نشتغل بها يعني، ابتعدنا عليها، قمنا نجهز يعني، يريد يجهز انديه يروح يجهز من غير مكان. هسه هو حافظ القاضي سنتر العراق او بورصه العراق للتجهيزات الرياضيه لو بس بغداد؟ لا بالعراق كله. يعني هسه المحافظات جاي تجهز؟ طبعا المحافظات كلها منا. جهزوهم منا؟ اي منا. زين. وانتم بالتالي جاي تستوردون من الصين لو من كل الدول؟ لا من الصين بس. فقط من الصين. والتجهيزات في تجهيزات من الصين. انا اتمنى لك التوفيق حبيبي. كل عام وانت بخير. وانت بخير. زين وليش سموه حافظ القاضي؟ هو كان قاضي ايش ما ادري يعني والله. صحيح صحيح. اي كان قاضي. اي اسمه حافظ؟ اسمه حافظ. كان قاضي بالخمسينات الستينات ما ادري، كنت صغير بالخمسينات. وين؟ ايش ما ادري بالخمسينات. شكرا جزيلا احمد. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من حافظ القاضي، خليكم يعني. تخيلوا الثاني احس نفسي الحكم مو بس اذا صرت حكم للريال وبرشلونه طبيعي اميل هنا رجال برشلوني. هاي العنصريه دائما تكون ما اعوف الحياد انا حاليا. انت ريالي ليش؟ تاريخ. تاريخ. برشلوني ليش؟ عظمه. عظمه. العظمه والتاريخ. اي انتم ما عندكم عظمه؟ احنا التاريخ يكفي علينا. تاريخ يكفي عليك. بكل شيء متصدرين. حتى لاعبنا بكل شيء متصدر. زين. انت عندكم واحد وعدت دوري بس كاس عالم. من اول عندنا؟ ميسي. حتى مو وقعتكم يعني للاسف. مو صحيح؟ اي راح الانتر. فاي احبك. على راسي. وحرامات ادارتنا فشلت ما جابوا ميسي. هو ادارتكم رصيد مو عادها للاسف. هسه احنا نقول كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. وصحة وسلامة. حبيبي. كل عام وانت بخير. وانت بالف ان شاء الله دوري ابطال. ان شاء الله ليش؟ ان شاء الله دور انتم. احنا مالين يعني 35 دوري 14 ابطال. عادي ما يخالف ما بالسيدين. الوي سيتي. ويست سيتي شنو؟ طلعتوا هذا الموسم ذاك الموسم طلعناهم سته. لا واحنا ترى هم بايرن ميونخ خذونا ثمانيه. ثمانيه هواي. قديمه. سوق الانتقالات شلون شفته؟ والله لحد الان مو ذاك. جوندوجان. جوندوجان لاعب شلون نقول شبه موسم يعني مو ذاك الاداء السوبر. يعني برشلونه بالاخير بدات تستقطب لاعبين كبار. صحيح. بسبب الاداره. ليفاندوسكي. سبب الاداره يعني ما عندهم شلون نقول صرف المالي ذاك القوي، يتعاقدوا لك ويا لاعب يمشيهم موسم موسمين. زين. يجيب لك لقب لقب يعني يمشي روحه بيه. زين. اليوم كريالي بنزيما راح، شلون من يعوض مكانه؟ يجي الاحسن منه. احنا ما نعتمد، احنا مو مثل ذولاك الجماعه اللي يعتمدون على لاعب واحد. مو مثل برشلونه، باي حقك يعني باي لازم تفتخر. ايه. يعني هسه شنو؟ يعني ما يوقف الفريق؟ لا ما يوقف الفريق. عادي بنزيما راح يجي. طلع رونالدو فدع بنزيما. زين.
ها؟ بالاحتياط لعبوني انا؟ طبعا انا مصورنا ريالي وانا برشلوني، بس عادي هي الرياضه هاي لازم كل شيء بيها، واحنا بحافظ القاضي فحافظ القاضي يجمعنا. برنابيو مال مال التجهيزات. اي الحمد لله. برنابيو نمبر واحد يعني. شباب شو ساكتين؟ شباب شو ساكتين؟ انت شو تشجع؟ ها برشلوني. برشلوني؟ اي والله حقه يسكت. اي والله لازم. والله العظيم حقك ما تحكي. اي والله شو اسوي؟ شيء. اخر مره حقق دوري ابطال اوروبا مدربهم كان يلعب وياهم. يعني جاي تضغط علينا هسه. لا لا حشاك. تعال انت تعال شوف تضغط. في الريالي. اي طبعا اكيد. هي اثنين ما تقبل غلط. اثنين؟ ايه. انتم متعادلين يعني؟ هسه احنا ثلاثه بثلاثه صرنا. انا برشلونه ها ولا احمد همين الريالي. ايه؟ ثلاثه بثلاثه. زين اسال سؤال. جواب. تتمنون انه هي الصفقات بالمستقبل نشوفها بالعراق؟ شكيت ما صارت بالسعوديه شكيت احنا هسه منتخب اورومبا فرحنا من فاز وهو منتخب اورومبا قليل يعرفه زين اه ورحنا شجعنا وقعدنا وتونسنا وشفنا لعب حلو اه انت بالمقابل شو تقول والله شوفوا تطور الكره الرياضيه يعني بصوره عامه يعني هسه عندك الدوري السعودي صار يعني تقريبا حيصير من الدوريات الخمس الكبرى زين احنا ذا انديتنا لحد الان تاخذ ملابس وتجهيزات من حافظ القاضي ويلعبون بالدوري اي والله شو وقت تتطور تتطور ما تتطور نادينا الشغل عاد الرجال جاي يشتغل طيب السادس شلونك؟ ها؟ والله الحمد لله جاي تمتحن؟ اه اي والله جاي يمتحن وطالع بالشارع ها؟ شو تسوي انت غير جو؟ اي والله مثلك يغير جو بالكتاب ما يطلع بالشارع شو تسوي والله؟ شو تسوي؟ طحن خواطر الله يساعدك تعبرت سادس ولا انا لا بعدني انا مبطل اجي اختصرتها هو شكو ريال عادي يعني ما يكمل دراسه الريالين هم انا اريد بس نلزم عيب اهلا لا ما مبطل هذا ترك بس راح يرجع مساء والله اعرف احنا البرشلونيين دائما نتعب على نفسنا دائما عندكم حلول بس ما تاخذون شيء لا حضرت برجيله ولا اخذ السيد ليش كل برشلوني يشجع الجوية ما لها علاقه والله ما لها علاقه انا يعني ريال ما له علاقه بالدوري العراقي ابد ما شجع ابد ما شجع وين تشجع بالدوري العراقي والله انا على والدي زورائي زورائي برشلونه زورائي هاي حاله نادره وانت انا زورائي برشلونه انا لا قع ولا بترقع ريال مدريد وبس هاي انت مشجع ريالي كريم بديل كريم بنزيما منو مشجعين عاد اي اكيد يعني انا عرفت ليفاندوسكي راس حربه براس حربه زين بالمستقبل روابط جاي تحضروها لو لا اي اكيد الروابط جاي تحضرها لو ما روابط لا ترى انا وسديتها على ايدي بالاخير اخر رابطه سويتها وسديناها على ايدي مال كوفي شو اسمه مال فندق المنصور او فندق المنصور وكوب شارع فلسطين النتائج ما تبشر بخير ما تبشر بخير طبعا راح يأيدنا انا شوي شوي بعد بيه مجال اصير ريال مدريدي جيبني على الريال اي شو هو اي اول رابطه 8/2 اول رابطه سويتها 8/2 لا سويناها 2017 هم ايش قد طلعت بس تدري ايش وقت اخر تجمع صار لنا رسمي بنخسرنا ويا ليفربول بالابطال مشكله كلها ريمونتادا عليكم احنا كلها ريمونتادا لنا يعني احنا مشكله برشلونه مشكله مدرب ايش اكيد مشكله مدرب المدرب جاي يجي شلون اقول لك جديد الواعي بناء فريق جاي يصير عند برشلونه الاداره سياساتها المتعاقبه شويه يعني هاي المادة عندكم قليله ماده هم يعني بيريز العدة بيريز يفكر دمر النادي بارتيمو يعني الادارات هي اللي زين يعني سوى تجديد عقد المده طويله وراتب طويل فذاك دمر شو اسمه الاداره اللاعبين ما بيهم شيء نادي ما بيش خلل بدارتنا فلا تعيروننا ولا تقولون ولا تسوون احنا متعودين على الابطال لاعب جديد مو جديد يعني متعودين على الابطال احنا وهي البطوله من تاخذها كل مره ما لها طعم السر ما لها طعم احنا هسه خسرنا وفزنا اذا بال 15 انه وعدنا شو متاخذ نحقق سداسيه بموسم باقي وقتنا اكيد مو صحيح صحيح احنا بقينا ذول المشدين انه ابو برشلونه يدور سداسيه وخماسيه شنو الفائده شنو يعني شنو الفائده شنو خماسيه إيه؟ شنو فايد؟ مو انا عندي تاريخ والله نعم مشاهدي الكرام اتمنى لكم التوفيق حبيبي للجميع ان شاء الله شنو نقول بالعيد؟ كل عام وانتم بخير وشعبنا العراقي بألف كان ان شاء الله كل عام وانتم بخير وشعب العراقي كله بخير ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله النجاح للطلاب السادس اهم شيء لوزي والله كل عام والشعب العراقي بألف خير وان شاء الله من فرح الفرح وانا بدور اقول ان شاء الله كل شعبنا وكل ناسنا العراقيين سواء داخل العراق او خارج العراق والامه الاسلاميه اجمع بألف خير متواصلين وياكم خليكم معنا
شاهي كرام متواصلين وياكم من شورجة وتحديدا حافظ القاضي. انا خلي اقول ليش سميناه حافظ القاضي، بعدين ادخل لك بالاشياء تريد. هسا على من نحكي؟ على شارع الرشيد؟ كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. لو سموه لا شارع الرشيد، لو سموه شارع الرشيد؟ يلا مو انت تعرف جاي سيدك. شارع الرشيد سموه واحد والي عثماني افتتحه سنة 1916 اسمه خليل رشيد باشا. سمى اسم الشارع على اسم ابو رشيد باشا وابوك الله يرحمه. انتهت هاي نقطة. انت كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. ان شاء الله عيد مبارك وعيد سعيد علينا وعليكم. ويا عيد يا اكل ليش ما مختلف بليه؟ عمي العيد لاهل العيد. وانت من اهل العيد واحنا من اهل العيد. احنا هنا من العيد بس وين العيد؟ مو هنا عمي. وين هذا الشارع مالتك؟ باعه صوره للشارع صوره. هذا الشارع مالتك. فارغ؟ اي لا دي يسمع حسك. لين الشارع فارغ ماكو عيد؟ العيد لاهل العيد مو هنا. زين من هم اهل العيد؟ حكومتك السلطه مالتك. مجلس اي هم اهل العيد الحكومه ومجلس النواب. سقطوا لهم السلف مالتهم وكلهم راحوا هجوا اوروبا. اوروبا ما يصلون لان يطمطمهم اوكرانيا وروسيا تركيا وسويسرا والسويد وعايفين الشعب. يطلع اعلان سبتايتل بالاعلان بالتلفزيون 90,000 طن حنطه وينهم؟ هذا الكارت اليوم راح اجيب الحصه. هذا الكارت ما تخلي تفرجون العراقيين. الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس ماكو طحين. هاي طبعا نطانياها هيجي. زين انت تطلع بالتلفزيون 90,000 طن حنطه شلون يعني؟ اذا الحنطه وين تبيعوها؟ وينها؟ شو يقول لك ابو الوكيل؟ الوكيل هو كله خلق موظف عند الدوله. شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ ماكو. ماكو شنو يعني؟ ماكو حط طحين ماكو. بالمخازن ماكو لو ما طالقين. ايش مدريني هاني كل مره يقول لي ما قصيت. هو احنا خلينا نعرف. اسمع خداجيك هسه احنا نحكي عدل لو اعوج. الطحين ماكو. الزيت زفر مو عمي لو كذب. شكر ماكو. التمن ما ينكل، اتصور التمن ذبيناه للدجاج ما اكله. الدجاج متعافي. اي لا احنا متعافين، الحكومه متعافيه، شكوا عليهم كلهم باوروبا، باوروبا. زين شلون يعني؟ اكو واحد صار له شهرين ما مستلم حصه، احنا اليوم ايش قد بالسادس؟ 27 6 الرابع طحين الخامس والسادس ما مستلم. لويش يابه؟ هيات هاك قدامك صور الخامس والسادس هاك شوف. يلا. والخامس والسادس تجهيز المواد الغذائيه سنه 2023 الخامس والسادس الحصه ماكو نهائيا. انت بس هذا الموضوع مضوجك؟ شنو مضوجني؟ كل شيء مضوجني. والكهرباء يا ليش الكهرباء بنهايه كل شهر تقوم تنطفي؟ الكهرباء فد موضوع ميؤوس منه. ميؤوس ما حد حلها ولا يعني رئيس وزراء اختصر لك اياها مسلسل حيره حتخلص والكهرباء ما تخلص. زين شنو السالفه؟ ايش تشتغل؟ ابي عكل. جايات موظف سابق؟ موظف لا انا لو موظف انا لو عندي مليون ما ابقى بالعراق. يعني ما عندك تقاعد؟ قلت وش عندي تقاعد؟ كل تقاعد عايش اجتماعي؟ ما عندي. ليش؟ هسه خلينا نجي على الرعايه، انت ما شاء الله هواي عندك صلوات على محمد. احكي لي على الرعايه. محمد وال محمد احكي لي على الرعايه. ليش لحد الان ما مقدم على الرعايه وما مستلم؟ قدمت على الرعايه بشهر التاسع الرحايل حصل 9 لو سنه. اصلا هاي مال سوينا لجنه هاي كلها كلاوات. احنا ملينا. الكهرباء كلاوات، المي كلاوات، الحصه كلاوات، الرعايه كلاوات. حياه كلاوات. مو احنا شعب كلاوتشي. ليش بس قل لي ليش شعب كلاوتشي؟ انا هسه احكي لك سالفه، هاي اول بارحه صارت عندنا. الكابسه مال زبل بشارع فلسطين يمنا صار لها كذا يوم مطب. صارت حادثه ما اريد نحكيها، زين انت ابو البلديه. ابو الامانه ما تفكر انه هاي الكابسه صار لها من يوم الخميس والجمعه والسبت والبارحه يلا جتي العالم وين تروح؟ زين هاي المحلات ده اشوفها هاي كلها تدفع ضريبه مهنه من ضمنها 180,000 دينار اجور نقل نفايات 180 بس نقل نفايات اي يعني يوميا قرر فرض هاي الزباله ده اشوفها بالشارع ده ياخذون فلوسها من المحلات روح طلع ضريبة المهنة 180,000 دينار يعني يوميا 500 دينار وتجي من حافظ القاضي للتمثال الزعيم بس عامل نظافة واحد تدري من خلال كلامك هسه ايه. يعني ماك شي مقتنع بي ما مريت بأشياء حلوة صارت وياك هو شخص نعاني ايه عمري 8 سنين صارت حرب إيران عمري 18 سنة صدام طلبوا للكويت عمري 31 سنة صار الاحتلال شفته من أنا عمري 51 سنة عشت من حياتي بس 3 أشهر أرضع ممه كفيلك العباس بعد كل شيء ما فتمت العراق 3 أشهر 4 وين عشتها؟
نعم شارع الرشيد. وين كانت حلوه الحياه؟ اي زين كل شيء ما افتهمنا من العراق. انا اقول لك حطيك سالفه، ابويا الله يرحمه خدم 22 سنه بالجيش من 42 الى 64 اخو، احنا عسكريه على ما ادري شنو خدمنا بال 12 سنه هاي 34، عندي موظفات اثنين خدموا بال 20، خدمنا العراق 55 سنه. انا بالعراق، العراق ما نطاني نص متره نص متره الحمد لله، مو من العراق من برا اخاف تقولون يعني. وين يعني غير من الخارج؟ قاعد بس قاعد بالعراق. اي ما بس قاعد بالعراق. اي العراق ايش نطاني؟ اخذ ما نطاني. شفته متى من العراق يابا؟ يعني هسه ما نتفائل احنا؟ ايش تتفائل؟ انت متفائل، انا مو متفائل. ايش تتفائل؟ يا عمر ترى هذا كله اللي عندنا ما حد ما سواه، بس هذا اللي سواه هسه، هذا اللي عندنا البناء غير، هذا كله بزمن الملكيه الانجليز بنوا، هذا بناء انجليزي. تعال اقعد هنا خلنا نشوف. خليك هنا يلا مثال. يلا اقعد خليك زين. انت هسه ابو من؟ ابو من؟ ابو زينب. ابو زينب، ابو زينب هذا كلامه، انت كلامك شنو؟ كلامي يأيد كلامه اقوى بعد. قل لي ليش؟ شنو هو العراقي؟ انا بهذا الشيب اتسلب مرتين، هذا قرار القاضي عندي. سلبوني 5.5 مليون كفيلك الله، وانا رجال بيها بلاتين رايح عند الدكتور مالتي. دائما قرار القاضي هنا شايله؟ شايله وياي عم عبد الرحمن كم قالوا لهم ماكو دوام. هذا بلاتين برجلي عم يصورها رجلي، رحت للدكتور عم تشيل البلاتين زين. رجلك مزورقه؟ ها؟ رجلك مزورقه شلون جاي تشيل؟ هاي بلاتين داخلي عمي، هذا مضروب سياره، ابو السياره ضرب له شرد شريف. هذا القاضي شو يقول لك؟ قرار القاضي انا رحت قلت للقاضي سلبت 5.5 مليون شايله بجيبي شاهد الله. التسليم الثاني موظفاني اخذت راتبي من كيكارد طلعت سلبت. يا مكان استلمت يم شيراتون جاء على مركز مال الشرطه مال سعدون، غريب علي اذا تمشى طبقت عليه سياره تاكسي بها ثلاثه، نزل السائق سمين جرس التشينه خلاه على على صدري. هاي عمي صار اسبوعين حبيبي انت شقك تجيب بطلون رصاصي منا منا، بس هذا الجيك ما شقه. ليش؟ طلع الراتب خلاه بجيب. قلت له عمي هذا راتبي هالموظف زين. رحت على القاضي، القاضي ايش قال لك؟ القاضي رحت له قلت له مرتين استلمت السلابه ما ادري من بيهم شايف فلوس. انا اتهم واحد مو اتهمه، وانما متكب قال من هو؟ قلت له حرس ابي اس بالباب عندنا متعارك وياه وتوقف. اشتكيت عليه طلع القاضي ثاني كفاله بس بدله صبرة جابوه للمحكمه زين. حتى مدير مكافحه الاجرام خلي يسمعني مال كراد رحت له قبل اسبوع. طب اخذ من عندك كتاب الحرس؟ قال لي دقيقه بعدين. قال لي مدير اريدك مال المكافحه، مدير عميد مثل اللواء الله المدنيين هم. طبيت عليه قلت تخزن من ليش البوك؟ قلت له هذا امر الله. قال تعرف من سلبك؟ خلي اسمع المدير المكافحة. وقلت له القاضي قلت انا اعرف من سلبني، مو هو سلبني ولا ما علم علي على التسليم وما يقدر يجي يسلمني. قال تعرف من سلبك؟ انا ساكت هيك واقف. كان يقول لي اسمه محمد فالح. قلت له لا فلاح. كان يقول لي هو فلاح ايش سوال بيده؟ والله العظيم فلاح. القاضي ايش قال لك؟ طبيت على القاضي قلت له مدير المكافحة ايش قال لي استاذ؟ وانا متاكد ترى مو اللي يقول لي مدير المكافحة. قال هو ايش ما ادري مدير المكافحة؟ قلت له والله ما ادري. بس انا متاكد مرتين سلبت بهاي الشيبات البيض، تخدم الدوله وتسلب هاي ولا هي عمي؟ هاي بالهند وصاير بالهند. مديريه بلديات بغداد. هذا الباجي داوم يسمع اسمعني انتهى مال تنسيب انتهى. وين رحت؟ رجعت على دائرتي الرئيسيه. دائرتي الرئيسيه وين صايره؟ مديريه بلديه الطارميه. هنا الطارميه 4 ساعات لما اوصل لها. هاي كلها مستمسكات موجوده عمي أمانة الله ورسوله. هذا الباج مالتي صورة عمي. هسه رجعني لي دقيقة هلا مالتك هسه ارجع لك دقيقة رحم والديك. هذا الكارت قبل اسبوعين سلبوني عليه ضم لا يبوقو زين. بخالي انا ترى ما خاف بس الله خاف. لا تقول لي دولة، لا تقول لي دولة. لو اكو دولة صحيح من سنة 20 جو 2004 ايش صار لهم؟ فوق 20 سنة كهرباء ماكو، مي ماكو، تبليط ماكو، عيشه ماكو. هسه تروح عليهم تلقى المليارات الدولارات عندهم، تريليونات شنو دولارات؟ كلها عندهم. يوم يطلع بطياره يسافر الدوله يروح هناك. شكرا عليهم تعديل المايك. زين طبعا مثل ما موجود جانب مشرق عند المواطنين اللي لمسوا انه خير وتفائلوا خلال الفتره الحاليه اللي جاي نعيشها، اكو مناطق تبلطت، اكو اعمار صار بعض الاحيان، لكن بنفس الوقت اكو جانب يجوز مختفي على الناس المسؤولين. اكو شغله مهمه رخصك اخوي، اكو شغله مهمه. انا سكن ما عندي هسه، وين بدي اروح؟ الفندق اروح يقرا هويتي بغداد؟ والله ما اقدر. تسمعني؟ انا ما يصير.
هسه هذا هاج علي، اسمعني هالبلاتين هاج علي، رحت المستشفيات خلف الله عليهم شافوه قال لي والله وارم البلاتين عندك، روحنا نبردها. انا نبردها بالمستشفى. ها بالمستشفى. لا وين نام؟ كفي لك القران. عمي متزوج انا، شو ما متزوج انا، قاعد بيت اجار، اجار اخر علي مي بالوطن هذا، راح راحت المره يمها لها وانا ظليت. راتبي 300,000 دينار، راتبي احنا عقود 300,000 دينار، مو ملاك دائم حتى 600 و500. انا بهذا عمر شباتي انا مستشفى، لو انا قاعد على السكرني بالشارع كنا. تعال علي، تعال هلا. ليش انت تعال هلا؟ ما قلت بس القلب هل فيك. انا بالنسبه صفنا محير. اي لا انا احكي لك اياها لك، خلي يسمعوني العالم. شوي شوي هدوء حتى نوصل الرساله صح. أنا بالنسبة لي لا تزعل من حكايتي، أنا غاسل إيدي من العراق. زين؟ غاسل إيدي من العراق. أنا مأيس من العراق. والله أحشي الكابل عدلة. شفت أشياء ما والمتك، ما شفت شيء من العراق، فحقك تقول هذا. زين؟ بعد شو تريد؟ زين هسا أنا مقدم راتب رعاية. ليش صار لها 9 أشهر ماكو؟ اسمع اللخ. قدمت العام هوية موحدة، أنا وزوجتي وبنتي. العام. قدمت بالتاسع، رحت استلمتها شوكت بالثاني يمكن. هل معقولة انه انا منستلم البطاقة الموحدة استلمتها التاريخ الاصدار ثاني يوم استلمها ولا 5 أشهر؟ يصير هذا الشيء؟ يعني صادرة ثاني يوم، صادرة ثاني يوم واستلمتها ولا 5 أشهر؟ لا هواي هاي يا ليش بتجيبون؟ كان يقول حرب روسيا واوكرانيا وما جت البطاقات من المانيا. شو لها علاقة؟ مو المانيا ما عندها وقود. عندنا موجودات، عندنا موجودات اصلا. ما عندهم. زين انا حسألك سؤال، انت والمصور مالتك، انتوا كلكم بشرفكم الله عليكم من تمشون بالشارع مأمنين على روحكم؟ زين حاليا احكي لك عن نفسي. ايه؟ انا حاليا ايه. انت شكو عليك انت ابو قناه الايام؟ يعني شنو وين ابو رئاسه الوزراء؟ ايه؟ انا اتمنى لكم التوفيق وبالنتيجه اقول ان شاء الله صحه وعافيه. الله يسلمك وكل عام وانتم بخير وان شاء الله 1000 سنة وان شاء الله تجونا بعيد الله اكبر. يلا اخيره هذا قرار قاضي الى مفاهم حظ بغداد تصوير كاميرات طلعوني بالليل انا مسلب وسووا لي قرص قالوا احنا نزل قاضي بس مسلب شيء ما طلعوا ليش؟ اكو كاميرات جايبين يجي على كاميرات سلبوني هذا قرار عمي هاك صور ابويا هذا قرار قاضي لو مو قرار قاضي تصوير كاميرات احكيها والله يسمع مسلب شيء ما طلعوهم لان يعرفون اكو كاميرات جايبين لي جاي اتمنى لك عيش سعيد رحم الله والديك وصحه وعافيه رحم الله والديك ان شاء الله يا رب بيت 600 متر عمي ربيفة المال 600 600 أسان غير متمني لك متمني بفلوس ببلاش إن شاء الله 600 متر ومكان يناسبك ويليق بيك. أبو زينب قلت مقدم على الرعاية أريد أعرف الاسم الثلاثي وش وقت قدمت قدمت يا أخوي الفاضل بشهر 9 هاي السنة راحت 2022 قدمت راتب رعاية طلع اسمي وراها قالوا طلع اسمي هاي راجعت هاي شفت هاي من الموال الرعاية ما يناجدون أحد بصراحة وما معتدين بالمواطنين قالوا حيجيك اليوم باكر عقبة الباحث كفيلك الله ومحمد وعلي و12 إمام شفتك ما شفتهم بس اعطينا الاسم الثلاثي ياسر عباس محمد جواد ياسر عباس محمد جواد يعني اسمك طالع اي اللجنه بس خلي يستعجلوا لي بيها تراني قاعد بشارع فلسطين بس حالتي الحمد لله والشكر ملك بس انا ما عندي كل شيء باسمي ما عندي يعني ما املك غير بس ها الله وهاي الحديده ان شاء الله لا عندي بيت اسمع لا عندي بيت ولا عندي سياره حتى بايسيكل ما عندي كل شيء ما عندي كل شيء باسمي ما عندي فالناشد الاخ وزير العمل هو الركابي مو فهلا هلا بينا خلي يطلع لي لجنه يشوف لي حال ما اقدر تعبت العفو اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام احنا بالتالي ايضا نتمنى انه صوت ابو زينب واصل للجهات المعنيه باعتبار انه قدم على الرعايه الاجتماعيه منذ الشهر 9 للسنه الماضيه متواصلين وياكم خليك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام والشعب العراقي بألف خير ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله سنه سعيده على العراقيين ان شاء الله تنعاد عليكم بالصحه والسلام والامان يا رب العالمين
انتم الكادحين دائما انه تعال هنا بس تعال هنا العيد لكم. والله شو تشوف تستاهلون المعايده انتم اول ناس. اي أيوة والله شو تشوف الشباب هنا اوضاعه تعبانه، الشباب اللي عاطين عمله للتكاتيك للعرباني هنا شويه جايين نجتهد احنا بعملنا. بس نتمنى احنا من الحكومه العراقيه ان توفر لنا فرص، مثلا فرص عمل وظيفه يقدر المواطن العراقي يكتسب بها مثلا مال، يعني يوفر فرص معيشيه. نتمنى من الحكومه العراقيه ان توفر لنا هاي الوظائف او غيرها حتى نقدر نكتسب بها المال. يعني توسع موضوع رعايه اجتماعيه ما عندكم؟ ما عندي والله، انا داعيك هنا قد مرض صار اسم الله عليك. استشون تقول هذا ما بي شيء، بس انا هم قدمت وهاي ما طلع لي اي رعايه اجتماعيه. طلع اسمك لو ما طلع؟ لا والله ما طلع. ما طلع اسمك؟ اي. تحتاج هسه مراجعه حتى يطلع اسمك بهذا الموضوع؟ والله انا راجعت ومليت بس ماكو بعد اي فائده. ايش وقت ايش وقت شغلك هنا؟ والله اطلع انا مرات بالسبعه بالثمانيه مو سوى. ليش ساعه؟ ارجع الساعه بالخمسه العصر بالسته، مرات بالسبعه بالليل. قد تطلع تقريبا باليوم؟ والله مو سوى مرات قاسم الله، مرات شغل زين مرات اشتغل مرات ما اشتغل مو سوى. يعني كيفك؟ هو ارزاق اقول لك ابن عم ارزاقي. والله الحمد لله والشكر ماشي الامور على الله بعد. الله يعطيك ان شاء الله سنه سعيده على العراقيين. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك يا رب يحفظهم ويوفقهم، خصوصا انه ذول الابطال الشباب الكادحين اللي يجود من الماجود على قولة اهلنا. ماكو شغل، ماكو فرص عمل، ماكو تعيينات، فبالتالي بيهم الحمال، بيهم ابو توك توك، مضطر انه يمشي اموره باعتبار عنده مسؤوليات وعنده عائله وعنده اطفال وما شابه ذلك، في ظل انه بعض الناس او بعض الشباب اللي موجودين هنا اللي ما ماخذين حقهم او ما ماخذين فرصه انه بهذا البلد سواء تعيين او اي وظيفه ثانيه، فاضطروا انه يعتمدون على نفسهم، وبالتالي موضوع الرعاية الاجتماعية لهؤلاء اللي فعلا يستحقون. وأتمنى أنه يجوكم هنا لمكانكم، اللجان تجيهم هنا تشوف عملهم تشوف شغلهم، تطلع أيضا المنازلهم وتشوف وضعهم وشون عايشين، لأن ما معقول أنه الشباب يضيع شبابها بهذا العمل الشاق، وبهم الموهوب، بهم الخريج، بهم صاحب الشهادات، أصحاب شهادات، فبالتالي انه نتمنى ياخذون حقهم بهذا البلد باقرب فرصه، وان شاء الله صوتهم واصل للناس المعنيين. متواصلين وياكم، خليكم ويانا. صديقي كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير وعلى الشعب العراقي أجمعين إن شاء الله. أتحدث عن حافظ القاضي، هذا المكان اللي خاص بالتجهيزات الرياضية بالمعدات الرياضية. اليوم حافظ القاضي يمكن خلي أسميه مصنع تجهيزات الأندية العراقية. أي صح، حافظ القاضي هو معروف هو أنه سنتر العراق بالتجهيزات الرياضية، يعني وبالإضافة أنه كل المحافظات تجي لهذا المكان. ليش حافظ القاضي بالتحديد؟ والله هو من زمان انه اختص انه هذا حافظ القاضي هو تجهيزات رياضيه لكل المحافظات، مثل ما اكو اماكن انه غير اشياء، فحافظ القاضي هو مكان رياضي. زين، نقدر نقول انه اليوم المحلات اللي موجوده هنا هي محلات تجاريه شعبيه، ماكو وكالات خاصه مثل اديداس، جاك وغيرها من الماركات اللي موجوده هنا بحافظ القاضي؟ لا هي موجوده اكيد، الماركات موجوده لكن مو الاصليه، الاصليه الماركه الحقيقيه مو من المنشأ. مثل ما تفضلت مو من المنشأ الحقيقي. نعم. اي فعندنا الحاجات الرياضيه انه المنشأ تركي، المنشأ صيني، جميع الماركات عندنا. يعني وكالات هنا ماكو؟ لا وكالات حافظ القاضي يعني خصيصا لا ماكو، يعني اي بغير اماكن. اي اغلب الناس اللي تشتري منكم هنا اكو انديه رياضيه، اتحادات رياضيه لو يعني؟ والله يعني احنا الانديه العراقيه كلها نجهزها مثلاً. مو فقط انه كره قدم. نعم. اي جميع اجزاء اللعبه، يعني مثلا كره السله، كره يد، اي فالكل تجي لحافظ القاضي هي تجهز امورها. تجهيزاتهم منها من يوم؟ اي اكيد، لان هو قلت لك حافظ القاضي بالنوعيه الرديئه وبالنوعيه الاصليه حسب المستخدم. طبيعه الحال هنا فرق شعبيه هواي عندنا سواء بغداد او خارج المحافظه، باقي المحافظات. اليوم المحافظات الباقيه اللي موجوده بالعراق جاي يسوقون منها؟
هي اكيد احنا طبيعه عملنا انه المشوكش احنا نسميه اللي يجي اللي يشوف هو البضاعه بعينه او على الاتصال، يعني ايه احنا نجهز له بضاعه هو يحول لنا الحواله، فهاي طبيعه عملنا. كل الهلا شرفتونا يا اهلا. طبعا اللي يسال ليش سمي هذا السوق بسوق حافظ القاضي، اكو عماره هنا موجوده سابقا بالخمسينات او الستينات بهاي الفتره تحديدا باسم حافظ القاضي، هو شخص طبعا والعماره باسمه كانت تخص السيارات، لكن مؤخرا انه الصدفه او يعني ما شابه ذلك انه التجار اللي يعملون بالتجهيزات الرياضيه كمعدات او ملابس وما شابه ذلك ارتأوا انه يكون محلاتهم هنا موجوده. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل للقاء.